بلا شك يعني العمل مع الجامعات هذا أساس، وإحنا يمكن في القطاع العقاري معنيين بتطوير قدرات الممارسين للأنشطة العقارية، ومن أهم روافد التطوير هذه هو العمل مع الجامعات. اليوم فيه يعني مجموعة من الأعمال والأنشطة سواء مع الجامعات الحكومية أو الغير حكومية، أنه يكون فيه يعني برامج تخصصية أكثر. إحنا اليوم نشوف أو نسمع بخريج قطاع مالي أو مصرفية أو محاسبة، لكن متخصص في القطاع المالي العقاري هذا يمكن نادر شوي، وهذا يؤخذ بالممارسة. إحنا نحرص اليوم أن هذا يحول من الـ يعني الحصول على الخبرة بالممارسة ليكون منهج أكاديمي علمي يستطيع الشخص العمل عليه. ذكرت طال عمرك اللي هو جوانب الهندسة والتصميم والتخطيط، وهذا جانب مهم جدا. المخطط اللي يعمل لقطاع عام غير المخطط اللي يعمل لقطاع خاص، هناك بعض المعادلات اللي لابد أن تضبط ويعمل عليها. الناجح هو من يوازن بين العمل في توفير الخدمات بشكل كبير، توفير المناطق المفتوحة بشكل كبير في الجوانب التخطيطية، مع تحقيق الجدوى المناسبة من التطوير العقاري. وهنا نرجع مرة ثانية، زي ما احنا كنا نطلب متخصص في القطاع المالي العقاري، كذلك لابد أن يكون هناك متخصصين في التخطيط العمراني العقاري، متخصصين في التصميم العمراني العقاري، ليصنع ميزة تنافسية لكل مطور ويضع جوانب معينة. ففي أنشطة وفي أعمال كثيرة مع الجامعات، وإن شاء الله نحن نشهد نتائجها بإذن الله بشكل قريب.